اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف انفاس بريس. ضيف هذا اليوم الاستاذه عائشه القلاع، المحاميه بهيئه الدار البيضاء، وفي نفس الوقت هي رئيسه الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا. سوف نتعرف مع الاستاذه القلاع على حقوق الضحايا ضمن التقارير الحقوقيه الاخيره، وسوف نتحدث ايضا عن قضيه توفيق بوعشرين بمناسبه مرور 4 سنوات على اعتقاله، والى اي حد هناك نوع من المراجعه لهذا الملف، وفي ظل يعني تداول اصوات حقوقيه تطالب باطلاق سراحه، والى اي حد هذه الاصوات الحقوقيه تحترم حقوق الضحايا. كل هذه النقاط سوف نعالجها مع الاستاذه عائشه قلاع. استاذه عائشه قلاع، انت رئيسه الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا، اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه والاهتمام طبعا بموضوع ضحايا الاعتداءات الجنسيه. طبعا الحال ملي كنتكلموا استاذه عائشه قلاع على حقوق الضحايا، لاحظنا مؤخرا ورود أو إصدار عدد من التقارير الحقوقية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عدد من الهيئات المهتمة بهذا المجال، والملاحظ هو أنه دائما هناك تغييب أو ضعف ورود حقوق الضحايا ضمن هذه التقارير، كيف كتفسري هذا الأمر هذا؟ طبعا مع الأسف هذه مؤسسات اللي المفروض تكون مبادرة إلى الدفع في خلق نقاش حقيقي مجتمعي يتعلق ب ضحايا الاعتداءات الجنسية، إلى أي حد كيتمتعوا قانونيا واجتماعيا ومجتمعيا بالحماية داخل المجتمع المغربي. ولكن الملاحظ أن هذه مؤسسات نفسها، لا سواء مثلا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللي أحيانا تتم إشارات اللي هي بسيطة فيما يخص هذا الموضوع، مع العلم أنه موضوع مهم وخصو يكون ضمن الأجندة الراهنة والمستقبلية ديال المجلس، كذلك بالنسبة لبعض الجمعيات التي لا تدافع عن حقوق الإنسان إلا في ملفات معينة يتم تيسها أو لا في مناسبات معينة، وإصدار تقارير لا علاقة لها أساسا بمبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان اللي من ضمنه الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية. وانتم كتشوفوا اليوم الواقع خير دليل على ذلك، ضحايا الاعتداءات الجنسية لا نقاش داخل المجتمع فيما يخص هذا الموضوع، ولا مواكبة ومصاحبة ضحايا الاعتداءات الجنسية. يعني إذا فهمنا أن المجتمع باقي ما وصلش لواحد الوعي، ولكن على الأقل هاد الناس المنخرطين في العمل الحقوقي كنظن أنهم خصهم يكونوا سباقين، ولكن الواقع ليس شنو اللي كيمنع هاد الهيئات والمنظمات من التشديد على حقوق الضحايا، لأن حتى هي مذكورة في القوانين الجنائية؟ طبعا الإشكال هو أنه مع الأسف هناك تعامل أولا أحيانا ديال المصلحة مع قضايا حقوق الإنسان، هناك تعامل مناسباتي مع يعني المبدأ الذي يحرك المناضل والمناضلة الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وضحايا الاعتداءات الجنسية غائب في الحقيقة، هذا هو واقع الحال مع الأسف. هناك بعض الجمعيات اللي كتبدل، يعني جمعيات يمكن تكون محلية إلى غير ذلك، كتبدل واحد النوع ديال الجهد، ولكن الآثار ديالو على والوقع ديالو على المجتمع ككل ضعيف جدا. وانتم كتلاحظوا اليوم ملي كتكون أي حركية في إطار التحسيس والتعبئة كتلقى الناس كتهتم، لأن هذا واقع حال، كاين اعتداءات جنسية داخل المجتمع المغربي، وكاين تحرش جنسي يمكن ضمناه بواسطة القانون 133، وكذلك هناك نصوص اللي كتنظمو 503-1 إلى غير ذلك في القانون الجنائي. ولكن الواقع أنه هذا موضوع يحتاج لتحسيس وتعبئة ونقاش حقيقي باش يمكن نعرفو على الأقل الواقع الحال، لأنه كنعرفو بأن هذا تابو ومسكوت عليه، وضحايا الاعتداءات الجنسية كتكون عندهم واحد النفسية أو واحد الوضعية نفسية معينة اللي ما كتخليهمش يجهروا بهاد الاعتداءات الجنسية. يتم إطباق الصمت على هاد القضايا. مع الأسف كنتمنى أن هاد بحال هاد الملفات على الأقل اللي كتبرز تكون دافع
وحافز لهاد المؤسسات اللي ما خصهاش تشتغل بالمناسباتيه. بما ان احنا كنتكلموا على هاد الضحايا كنتكلموا على هاد المتهم الفرنسي، ايضا اليوم 4 سنوات على ادانه توفيق بوشرين، 4 سنوات كيف مرت عند هاد الضحايا ديال توفيق بوشرين، خصوصا ان الطرف الاخر يعني كاين دعوات من اجل اطلاق سراحه لانه هذا يضر بالجسم الصحفي والجسم الاعلامي بحقوق الانسان والحريات ككل. طبعا تابعنا جميع الندوة كانت تعقدت من بعد قضاء المتهم توفيق بوعشرين ل4 سنوات في السجن، واليوم كذلك كيطلعوا علينا بواحد الشهادات ديال المسؤولين وديال اصدقاء المتهم بمناسبة عيد ميلاد ديالو الشخصي، وكيتم استغلال هذه المناسبة الشخصية كذلك لإرسال رسائل للجميع، للمسؤولين، للدولة، للأحزاب، يعني المسؤولين القضائيين إلى غير ذلك، لأن كل واحد فيهم كان طرق الموضوع. قبل ما نتكلم بشكل مفصل على بعض الشهادات والأمور اللي طرحت، نبغي نأكد على يعني تجاهل كل أصحاب هذه الشهادات لضحايا اعتداءات جنسية، وأنا أتحداهم من هذا المنبر أنهم يقولوا أو لا يقول توفيق بوعشرين أن الحقيقة ما كاينش اعتداءات جنسية وما كاينش ضحايا اعتداءات جنسية، وحنا شاهدنا 56 فيديو توثيق لاعتداءات جنسية في مكتب المتهم توفيق بوعشرين. هو اختار استراتيجية الإنكار، عنده اعتبارات الحفاظ على العلاقات ديالو ولا السمعة ديالو يمكن، ولكن هو الاعتقاد خاطئ على اعتبار أن اليوم هناك من يطالبون بحل لهذا الملفات. الحل يبتدي أولا كما طالبت الضحايا باعتذار توفيق بوعشرين لكل ضحايا الاعتداءات الجنسية اللي اعتدى عليهم لمدة سنوات. أنا ما فهمتش كيف يتم استغلال ملف عرض على القضاء، صدرت فيه أحكام، حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، انتهى، دازت المحاكمات والكل تتبعها الخاص والعام، احترمت بل تجاوزت في احترام شروط المحاكمة العادلة، حضور دفاع والملاحظين وطنيين ودوليين إلى غير ذلك. مع الأسف اليوم كنستغلوا هذه المناسبات الشخصية باش نرسلوا رسائل واضحة أحيانا ومشفرة أحيانا. سيدة زوجة المتهم توفيق بوعشرين من حقها، أنا أتفهم زوجها وأتفهم أبناء، ولكن تسييس هذه المسائل على حساب حقوق ضحايا وتجاهلهم بهذا الشكل هو المسألة اللي أنا لا أقبلها بتاتا، باعتبارنا احنا كدفاع اللي تحملنا مسؤولية الدفاع عن هذه الضحايا، واليوم كجمعية الجمعية تتبنى ملفهم ومسيرة معهم واقعهم اليوم ديال المعاناة اللي باقين كيعيشوها، لو أن كل أصحاب هذه الشهادات على الأقل يبدلوا واحد المجهود بسيط ويشوفوا واقع ديال الضحايا الاعتداءات الجنسية ديال المتهم توفيق بوعشرين باش يعرفوا الواقع. نجي أولا لمقارنة توفيق بوعشرين برجالات الدولة اللي بناوا المغرب، علا الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد وبوستة، يعني كنظن هاد المحاولة ديال أنه يوضعوا توفيق بوعشرين في هذا المستوى، كنظن عبد الرحيم بوعبيد لم يكن يوما مغتصبا للنساء، وعلا الفاسي رمز ديال المناهضة الاستعمار لم يكن يوما مغتصبا للنساء، ولا نفس الشيء بالنسبة لسي بوستة ولا غيره رحمهم الله جميعا. هذه المقارنة لم تكن موفقة، وكان المفروض يهضروا على السيد كما هو واقعه صحفي، وليس كما قال أحد الذين أدلوا بالشهادة أن هذا الصحفي متميز وواحد النج
وتم فيه نفي هاد الكفاءة وهاد الصفة وهاد المهنية على الصحفيين ديال المغرب كامل، على المواقع كلها، على الجرائد كلها. على بالله عليكم، واش هذا هو واقع المغرب اليوم؟ وأنا أعود أولا مع السيل أشعاري مناضل اتحاد اشتراكي، مع الأسف ما عرفتش واش المبادئ والقناعات تدور وجودا وعدما مع وجودك في المنصب أو خارج المنصب. هل المبادئ والقناعات تحركها الكراسي المخمالية؟ ملي كنكون في الكرسي المخمالي وأذكره بقرار منع ديال ثلاثة جرائد، هو وزير الاتصال، وثلاث جرائد اليوم يتكلم عن الصحافة وحرية الصحافة والقلم والنضج المهني إلى غير ذلك. كنظن ماشي هذا هو الكلام ديالو في ديسمبر 2000 منين تم منع ثلاث ديال الجرائد. يجاوب على هادشي اولا القناعه كتحول والمبدا كيتغير. مع الاسف انا كنظن هذه مسائل اللي كتبقى ثابته، القناعات كتبقى ثابته، يمكن مواقف، يمكن بعض الاحيان كضطرنا نغير، ولكن الموقف الثابت من الحريه ومن الحقوق يبقى ثابتا لانه ما كيتغيرش في وجودي جالسا على كرسي مخملي او خارج هذا الكرسي المخملي. تصريحات كثيرة. نرجع للسي النويضي كذلك، نبغي نقول له مع الأسف أولا الإنسان منين يكون محامي وأكاديمي ودوز مسؤوليات وكان مستشار عند السي عبد الرحمن اليوسفي، منين تكلموا كحقوقي نتكلموا بأمانة في الوقت اللي كان نستعرض فيه رأي الفريق العام المتعلق بالاعتقال تاع السوفي عن الرأي ديالو اللي صفته أثناء المحاكمة في المرحلة الابتدائية بخصوص ملف توفيق بوعشرين، يقول بأنه كانت مجموعة ديال لي ديكلاراسيون، التصريحات والإفادات في الشكاية اللي صفتها المصدر من هنايا اللي هما دفاع توفيق بوعشرين، فيها مجموعة المغالطات حول الاعتقال ديالو، حول الظروف، حول الأجالات إلى غير ذلك، كانت فيها مجموعة المغالطات. هذه المغالطات هي اللي تبنى عليها الرأي واعتبر بأن الاعتقال ديال توفيق بوعشرين اعتقالا تعسفيا. من بعد هذا الرأي اللي تم استعراضه علينا خلال الجلسة، راسل فريق العمل من بعد ما استقبل الضحايا، راسلهم وكاين الرسالة ديالو راها ضمن الملف في المحكمة، وكذلك الدفاع ديالهم محتفظ بها. فريق العمل يعتذر للضحايا لأنه ما كانش عنده الحقائق كلها والمعطيات حول الملف، ولا الوقائع اللي تعتقل من أجلها والجرائم اللي تعتقل من أجلها توفيق بوعشرين، واعتذر لهم وأعلن عن تضامنه معهم وطالب القضاء المغربي بإنصاف الضحايا. وكان المفروض أن السي النويضي يقول بأنه كاين رأي أول كيتعلق بتوفيق بوعشرين، وكاين رسالة ثانية هذه للأمانة. وكان قول له كذلك السي النويضي مع كل احترام، ولكن هذه الحقيقة، لأن بهذا الشكل باش تم إدراج مجموعة ديال الشهادات ديال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لا يلتقيان في أي شيء، هي مسألة غير مقبولة. ماشي مجتمع كله كيتكلم على، بغينا نبينوا بأن كل الأطياف والألوان تتحدث عن واحد السيد ارتكب أفعال إجرامية جنسية ويعاقب عليها، وليكن معارضا وليكن صحفيا مهنيا وليكن، ولكن ارتكب أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي ويجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذه المسألة. سي النويضي نبغي نقول له لو كانت إحدى الضحايا قريبة ليه، بنته أو زوجته أو أخته، ما كنظنش كان غادي يمكن يدير نفس الموقف. وهو يعلم الجهد وكل ما سلكه ملي كان الامر يتعلق بالابن ديالو في مجموعه ديال الملفات، وكيعرف شنو دار،
ما غاديش نذكروا به، وكنتمنى ان الناس ترجع لله في هذه المسائل وتحترم. كاين ضحايا عندهم معاناه. السي الخليفه اللي كيقول ترجع لحضن ابنائك الابرياء، انا كذلك ما يمكن ليش نكون ضد الطفوله ولا حقوق الاطفال، ولكن في نفس الوقت بغيت نذكر السي الخليفه بان اسماء الله يرحمها كانت تغتصب وفي احشائها جنين، ويوميا تغتصب، وبقى لها 10 ايام باش تمشي تولد في شهرها التاسع، وهي حامل في شهرها التاسع وتغتصب. الجنين اليوم هي طفله كذلك، فقدت الام ديالها يتيمه، واسماء اللي فقدت الحياه وهي تعطي الحياه للطفل الثاني مع الاسف، في ظل كل هذه الماساه عائله اسماء الله يرحمها تعاني كما عانت اسماء سنوات متعدده واغتصابات متكرره من طرف توفيق بوعشرين. والا يمكن له ينكر هذا الشيء فكنظن ما غاديش نكونوا عندنا ولو ضره الانسانيه، لا نتحدث لا على القوانين ولا نتحدث لا على منظومات حقوقيه، نتحدث على واحد الجانب انساني ديال سيده تعرضت لكل اشكال الاغتصاب الجنسي والاعتداء الجنسي من طرف هذا السيد اللي هو صحفي في مهنته، ولكن ارتكب جرائم وجرائم خطيره المفروض يتحمل مسؤوليته في العقوبات اللي مصدره واللي كيتعاقب عليها كل مواطن مغربي. المجرمين ديال الاغتصاب يمكن لهاد الناس اللي دلاو شهادات يمشيو للمحاكم وغادي يشوفوا المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم ديال الاغتصاب وهذاك العرض يعاقبون بسنوات كثيره، لان هذه جرائم بشعه بغض النظر عن خلفيته الاجتماعيه والمهنيه. طبعا، والا في كل مره لو كان عندنا مسؤول سياسي او مسؤول نقابي او جمعوي او صحفي دار مقاوله ولا عنده الفلوس ولا عنده الحسابات البنكيه في الخارج والعقارات، خصنا نعفيه من العقوبه الجنائيه لانه فقط عنده نفوذ وعنده سلطه. توفيق بوعشرين كما قال حميد الدين او المعلق مع الاسف التعليق غير موفق، لانه كان كيهضر في الفضاء، ما كانش كيهضر في واقع الحال اللي هي هذا السيد رغم مهنيته رغم كفاءته المهنيه، ولكن الواقع الحال هو انه ارتكب هذه الافعال، ولا جينا نتحدثوا على كل حاله من الضحايا راه يمشيو يشوفوا ساره كيفاش كتعيش، ويمشيو يشوفوا خلود كيفاش المعاناه ديالها ومع عائلتها، وكيفاش اليوم ما قادرين يشيو الجول لسوق الشغل ويطلبوا عمل لانهم مرفوضين، كيوضعوا السيره الذاتيه ديالهم وكترفض لهم لي سي في، وعايشين في واحد الحاجه. عانوا مع توفيق بوعشرين وعانوا من بعد توفيق وباقي اليوم كيعانيوا هاد الضحايا، وهذا هو واقع الحال. اما باش نجيو نغلفوا هاد الملف ونوضعوا منه زعيم سياسي وصحفي كبير وكذا باش نحاولوا نمسحوا الحقيقه ونفيوا الحقيقه ونغطيوا الحقيقه، فهذه تدخلات وشهادات كانت غير موفقه مع الاسف، لانها لو كانت فيها جزء من الموضوعيه نسبيا كانت غادي على الاقل تقول كاين واقع كيفاش يمكن ندبره. ويمكن هنا نعرج على مداخله ديال رئيس المجلس الوطني للنقابه الوطنيه. هذا هو السؤال استاذ عائشه، قال له يعني مع توارد حقوق الضحايا واش ما ممكنش نتكلموا على واحد المقاربه اللي تكلم عليها البقالي يعني الرئيس ديال النقابه الوطنيه للصحافه، كيتكلم على واحد المقاربه خارج النسق او خارج المقاربه القضائيه، واش ممكن تحدثوا عليها؟ كنظن احنا دوله، وكنظن احنا كمناضلين ومناضلات وكل المواطنين كنطمحوا اليوم وكنناضلوا من اجل بناء دوله الحق والمؤسسات. انا اي تفكير خارج القانون والمؤسسات هو هروب الى الامام. كيف نواجه الحقيقه الى مشينا في الصلح كما يقول سي عبد الله البقالي؟ المفروض ان الصلح يكون مع الضحايا، وثانيا المساطر القانونيه راه واضحه، الى عندك حكم حائز لقوه الشيء ما بقاتش عندك اي طريق من طرق الطعن، كاين مسطره ديال العفو اللي خصك تسلكها،
وكتسنى وكنعرفوا راه المؤسسات اللي كتبت في المساطير ديال العفو. اما نجيو نتخيلوا شي حاجه اخرى خارج المؤسسات، كنظن هذا رئيس ديال نقابه، هو رجل مؤسسات رئيس نقابه باش ينظم مهنه اللي سميتها الصحافه والصحفيين، ما كنظنش. وهاد التفكير ديالو كيفاش بغى يحل المشكل بهذه الطريقه، احنا اليوم امام قضاء حسن في الملفات. بالنسبه لبو 20 توفيق حائز لقوه الشيء المقضبي، بالنسبه للريسوني والراضي الملفات امام محكمه النقد، باقي طرق الطعن امامهم. وكنتمنوا قرينه البراءه راه كتبقى كنبدا من حق كل متهم الى ان تثبت ادانته بحكم حائز لقوه الشيء المقضبي. ولكن ان نفكر في اعطاء امتياز لمواطن ارتكب افعال اجراميه على حساب مواطنين اخرين، وحنا ماشي في دوله المساواه دونك بين المواطنين امام القضاء. يعني هاد الشكل باش كيفكر السي البقالي يمكن واحد النوع ديال التحيز لابناء مهنته ولكن وقبيلته المهنيه، ولكن راه فيه ضرب للدستور وفيه ضرب لاستقلاليه القضاء وفيه ضرب اساسا بالنسبه لنا لحقوق الضحايا. ما يمكنش. وادي خبر السي البقالي بانه كانت محاوله تم الاتصال به شخصيا من اجل يعني طلب تنازل الضحايا لفائده المتهم توفيق بو 20، وكان الطلب الاساسي ديال الضحايا قبل اي نقاش، لان الزوجه ديالو في هاد لا فيديو اللي درت دايره 15 سنه سجنا نافذا وجوج المليون كلك تعويضات للطرف المدني، وكان توفيق بو 20 ادى للطرف المدني. الضحايا لم يتوصلوا بسنتيم من التعويضات اللي حكمت لهم بها المحكمه مع الاسف. هناك تهرب وهي كتعرف والمتهم يعرف جيدا كيف تم تفويت كل ممتلكات وكل الارصده لحساب اقاربه وزوجاته باش يحرم الضحايا من حقوقهم، وكان كيعلم المده اللي كان فيها في بدايه الاعتقال ديالو. وبالتالي هذا اصلا كانت فيه نيه مبيته اصلا، لانه يعرف جيدا وتعرف زوجته ان توفيق بو 20 ارتكب الافعال الاجراميه، وكان يعرف بان الضحايا غادي توصلوا للاحكام اللي تنصفهم نسبيا على الاقل غير من خلال التعويض المادي اللي ليومنا هذا ما توصلوش به. ما يبقاوش يديروا لنا جوج المليون الى غير ذلك ويضلوا المغاربه على الحقيقه واقع الحال. هذا النوع ديال الكلام كيضرب حقوق الضحايا، كيضرب مشكل كبير اللي هو تاثير ديال هاد الاعتداءات الجنسيه على المجتمع، على التنميه داخل المجتمع. اليوم راه النساء نصف ديال هذا المجتمع، وحنا كنعرفوا الواقع الاعتداءات الجنسيه رغم انه مسكوت عليه. كاين تحرش جنسي داخل القطاع الخاص والعام، كاين اعتداءات جنسيه، كاين استغلال النساء، كاين استغلال الهشاشه، كاين استغلال السلطه والنفوذ في اماكن العمل. نجيو هادشي كله ونغطيو الشمس بالغربال. كنظن اسمح لي سي البقالي على هذا ماشي مقترح لحل الازمه، لانه حنا ماشي في ازمه في البلاد. في الوقت اللي كنفكروا شي في اجتهاد من اجل واحد النوع المصالحه، كتكون شي ازمه داخل البلاد اللي كتفكر فيها كما جاء في مجموعه ديال المحطات. ولكن احنا اليوم عندنا ثلاثه ديال الناس مثلا هادو متهمين، لان هذا هو الملفات اللي هضر عليهم السي البقالي، متهمين واحد صافي انتهى المسار القضائي في ملفو. وبالتالي اي مصالحه اي حل خصو يكون داخل المؤسسات وبالقوانين وفي احترام كامل لحقوق الضحايا، لانه اول مطلب كما قلت الوقت اللي تم الاتصال به واتصلت بالضحايا هو اعتذاره علنيا امام العموم بانه ارتكب افعال اجراميه وجنسيه في حقهم، واعتذر لهم على ديك المعاناه اللي عانوا لمده سنوات بل اكثر منها. من بعد الافعال الاجراميه تعرضوا لكل انواع التشهير والسب والقذف في عائلاتهم، وحنا محامين ديالهم كذلك كنا عرضه للاتهامات والسب والقذف. ولكن عندنا ايمان بقضيه
هي ان هادو ضحايا، هذا واقع ديال النساء ضحايا الاعتداءات الجنسيه في المغرب. غادي نواصلوا مسيره ديال النضال، واي حل سيكون في اطار المؤسسات وفي اطار القانون، ولن نقبل اي تصالح الا في هذا الاطار. نعم، هني على هذا الخلفيه اللي كنتكلموا عليها، هذا النداء من اجل انصاف الضحايا. وانت استاذه عائشه القلعه رئيسه الجمعيه المغربيه حقوق الضحايا، كنكونوا نهينا هذا اللقاء هذا. شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لكم على الاستضافه وعلى تتبع دائما هذا الملف الحقوقي الشائك في البلاد، اللي كنتمناو ان الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا على الاقل تساهم ولو بنسبه بسيطه من اجل الدفاع على حقوق الضحايا، من اجل حمايتهم، من اجل الترافع لتكريس حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسيه. شكرا جزيلا استاذه.